لك أن تتخيل أخي المشاهد الكريم أن هذه اللقطة اعتبروها الصحافة الرياضية أنها لقطة عادية ومتجاوزة، والحجة هي أن الطفلة ما وصلتش للوجه ديال الهابطي، واعتبروها فقط تبادل السب والشتم بين الطرفين. إوا فاش غادي نوصلوا لهذا الانحطاط الصحافي غير غسل يدينا على الإعلام الرياضي المغربي؟ ما عرفتش شنو هو الميساج اللي بغى يوصل الراجا بعد عزتوني بحال هكا، واش كان سميتو زكريا العبطي ودابا ولا سميتو ليونيل العبطي؟ ما فهمتش اخويا كيف. اما من جهه اخرى كاين اللي دوروا البوصله للجهه ديال العبطي وقال لك ما كانش خاصو يحتفل امام الفريق ديالو السابق. بغيت غير نعرف هذا القانون منين جابوه ولا انهم كيف فصلوا ويخيطوا غير اللي بغى. تخيل انت هذا حمزه بورزوق في منبر اعلامي محايد كيفاش كيتنمر على الهبطي، والمشكل ان مقدم البرنامج دار ضحكه مصطنعه فقط كانه نوع من التهكم على لاعب الجيش الملكي، والسبب بين واضح هو الانتماء ديالو لفريق الرجاء. نرجعوا لابراهيمي للتاريخ ديالو عامر قله ادب وعدم احترام الخصوم وتصريحات الصبيانيه في اتهامات مباشره الرئيس الجامعه فوزي القجع. انا كنقول كان انسان مستفز اليوم جاي باش يستافد الجماهير ديالنا ديال الرجاء الرياضي. كنقول لهم كانت مقابله جميله، كان جميع الاجواء جميع الظروف والناس، لان ماشي كان جماهير الرجاء تهاجم. كنشوفوا شي عناوين اليوم زياده على الحركه الشهيره اللي دار الايتمن نستنر فريطه في بونور، وخلى بوليميك كبير ينوض على ديك اللقطات وخلقت مشاكل في المحيط الكروي بسبب قله الادب ديالو. اليوم مره اخرى كيقوم بعمل اقل ما يمكن القول عليه انه طغيان على الجميع، لانه ديما كيدير هذا الشيء وما كاين لا حاسيب ولا رقيب. غير تخيل هذا الراجل في هذا السن يدير هذه اللقطه، فشنو غادي تساين من لاعب باقي في العشرينات من العمر ديالو او لا الجماهير؟ لنعتبر ان الهبطي غلط واحتفل، واخا هذه القضيه ما دخلش ليا كاع في راسي وساري في كره القدم. كريستيانو رونالدو احتفل كونتر المانيو، غادي يجي انت سيل ابراهيمي السيد غادي يهبط بحال تون البونتوش، لكن انت تابعو كتعايرو وفاش وقف جاوبك دفلتي عليه، ودابا طالق الصحافه الممرقه ديالك كدافع عليك وكيشحط في الدري باقيه الله كيبني في المستقبل ديالو. بغيتو تهرسوا الكارير ديالو كامل فاش كان معاكم فقط لانه حضر النهائي تشامبيونز ليغ مباراه الوداد والاهلي، والجمهور ما خلى فيه غير اللي نسى، ومن دخل الماتش كاحتياطي وهما اللاعبين ديال اولا الجماهير ديال الرجاء كيسبوا فيه لعبيه الرجاء الهبطي ولد كذا، واخا يكون قلبه فلو راه غادي يقصح معاكم. 50,000 واحد كيسبوا ليه لوالديه وبغيتيه ماركي وما يحتفلش، اي والله عطنا وشاكم. نرجعوا لهاد ابراهيمي اللي هو الناطق الرسمي ديال الرجاء وكذلك نائب رئيس العصبه الاحترافيه. غير تخيل ان هذا اللي خاصو يكون مسؤول وكذلك يكون مثل الاخلاق والحكمه في التصرفات غادي يدير هاد اللقطه اللي ماشي اخلاقيه وتدوز ليه كمرور الكرام، فراه غادي تكون كارثه في حق الجامعه وغادي تولي شبهه عالميه من بعد ما هذا الفيديو هذا وصل الطوندوس الاول في المغرب والثالث في فرنسا وتونس ومصر والرابع في اسبانيا وزيد بزاف ديال الدول الاخرين. طلبي كمتتبع الكره فقط يطبق العدل ويتضرب بيد من حديد في حق من يشوه صوره الكره المغربيه وكيجعلنا وضحوكه في العالم كامل. اخيرا الا كنت متفق معايا على هذا الكلام بارطاجي الفيديو وصل اكثر عدد من المشاهدين، لانه الصحافه ديال المرقه كامله مغمسه وباغيين يدوزوا عليه سالكه. تهلاو.